لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الخفين سنة. قال: قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الخفين سنة. وهذه مسألة من مسائل الفقه، لكنها أوردها المصنفون في العقائد في كتب العقائد لأجل الرد على أهل البدع والمنكرين. ولذلك جاء صاحب المتن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بعدها ببعض المسائل أيضا من هذا النوع. قال: وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل. هذه كما أشرنا مسائل تتعلق بالفقه، لكن لأنها تعلقت كذلك بكلام بعض أهل البدع وصار منهم من ينكرها، فصنف علماء العقائد في كتب العقائد وذكروا هذه المسائل أنها من الدين ومن الإسلام، خلافا لأهل البدعة الذين ينكرون هذه المسائل. قال: قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الخفين سنة. قال الشارح: والمسح على الخفين سنة، يعني نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه لأن لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة، مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. قال: والمسح على الخفين رخصة، يعني رخصة جاء بها الشرع وجاء عليها الدليل الشرعي. قال: والعمل بالرخصة سنة، والعمل بالرخصة سنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تترخص بما ترخص به وتراه مشروعا، وتراه مشروعا، خلافا لأهل البدعة الذين ينظر بعضهم إلى بعض الرخص على أنها تفريط، أو بعض العباد الجهال الذين ينظرون إلى بعض الرخص على أنها تفريط. فكذلك نبه، أو لذلك نبه أهل السنة على مثل ذلك. قال: والمسح على الخفين رخصة، والعمل بالرخصة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السنة النبوية، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، يعني الرافضة هذه هي الفرقة التي نفت مسألة المسح على الخفين، وقالوا لا يثبت، وقالوا لا يثبت، وهذا لتعصبهم الطائفي في رد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لسيما إذا كانت مروية عن بعض الصحابة الذين هم يبغضونهم وينكرون يعني روايتهم. ولذلك من هذه الروايات روايات الخفين وردت عن كثير من الصحابة، فهم يريدون من ذلك رد كذلك ما ورد عن الصحابة.
قال: بينما أثبتوا المسح على الرجلين، فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهم. أمرهم عجيب فعلا، يعني أنكروا المسح على الخفين، وهم في ذات الوقت يرون أن الوضوء يكون بالمسح على الرجلين لا غسل الرجلين، وهذا من ضلالهم. ويعني هذه المسائل في الفقه يعني تفصيلها. قال: بينما أثبتوا المسح على الرجلين فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما، احتجاجا بالآية في قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني هم حرفوها خلوها وأرجلكم، الآية أصلها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: بالكسر إلى الكعبين، يعني هم يقرؤونها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأجل أن يكون حكم الرأس هو حكم الإيش؟ الرجل، أو حكم الرجل هو حكم الرأس، فيجعلون هذه الواو واو عطف بين المسح على الرأس والرجل، وهذا غير صحيح. والرجل تقرأ منصوبة غير مكسورة، لأنها عائدة ومعطوفة على ما قبلها وهو غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم. نعم هذا يعني موجود عند بعض السلف، موجود عند بعض السلف يعني هذه القراءة، وموجود كلام يعني من هذا النوع موجود في كلام بعض السلف، لكن لا يبطلون المسح الغسل الإيش؟ الرجلين. يعني هؤلاء الذين ورد عنهم ذلك في تفسير الآية لا يبطلون، وإنما يقولون أنها تشمل هذا وإيش وذاك ونحو ذلك، تشمل المسح وتشمل الإيش؟ الغسل. وبعضهم يوجهها توجيه لطيف جدا، يقول: تشمل الغسل باعتبار غير الاستثناء، وتشمل المسح في حالة الإيش؟ الاستثناء، يعني في حالة ما إذا كان الإنسان يحتاج إلى رخصة فهو يمسح على الرجلين، وما لم تكن هناك رخصة فهو الأصل فيها ماذا؟ الغسل. قال: بينما أثبتوا المسح على الرجلين فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما، احتجاجا بالآية في قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين. وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفان في أسفل الساق، وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك. كعبين عند أهل السنة العظمان الناتئان على جانبي الرجل، معروف هذا عند أهل السنة، هذا هو المقصود بالكعبين. أما هم فإنهم يرون الكعبين كما يعني يذكر هنا ما تحت معقد الشراك، وهو مجمع القدم مع العقب، يعني الجزء الذي تحت الكعب، الجزء الذي تحت الكعب. قال: وهو مجمع القدم مع العقب مما يسمى بعرش الرجل. وهذا الكعب عند الرافضة وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة، ولا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية، لأن القراءة المشهورة بنصب وأرجلكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم، وقراءة الكسر لأجل المجاورة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولكن لم يكن يمسح إلا على الخفين. المسألة طبعا فيها تفاصيل في بيان هذا المعنى فقهيا، لكن نحن لسنا بصدد يعني التعرض للمسألة من الجهة الفقهية، وإنما نتعرض لها من الجهة العقائدية. هذا ثابت في دين الإسلام، نعم، وإن لم يثبته الرافضة، ولذلك صارت هذه مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة، لأجل أن الرافضة ينكرونها. ثم قال: وتقصير الصلاة في السفر سنة. قال في الشرح: من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج القصر في السفر،
وهو قصر الصلاة الرباعية، وهذا بنص القرآن. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف، وقد زال هذا الإشكال. يعني ظاهر الآية إن القصر مقرون بماذا؟ بحالة الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فبعض الناس ربما تلتبس عليه فيظن عدم مشروعية قصر الصلاة إذا انتفى الإيش؟ الخوف. إذا انتفى الخوف، وهذا اشتبه على بعض الصحابة، وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فزال الإشكال، فزال الإشكال. فلا داعي لأن يأتي أحد بعد ذلك ويقول هي مقرونة بالخوف، لا أبدا، هذا الإشكال زال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما بالنا نقصر وقد أمنا. هي المد ده والله أعلم في نظر، يعني ما بالنا نقصر وقد أمنا، يعني حصل لنا أمن. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وإن كان قد نزل بسبب حوادث فيها خوف في السفر، لكن الله جعلها لكم صدقة تكون في كل السفر بعد ذلك، سواء اقترن بالخوف أو لا، أي سواء اقترن هذا السفر بخوف أو لا يوجد هذا الخوف، فلكم هذه الرخصة. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره. قال: يقصر الرباعية إلى ركعتين، هذا هو السنة، ومن أتم فالإتمام جائز، لكنه خلاف الأفضل. الشيخ بيقول يعني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، هذا هو السنة، ومن أتم فالإتمام جائز، لكنه خلاف الأفضل. وهذا القول المختار في الحقيقة، هذا هو القول المختار، وإلا فالمسألة من جهة الفقه فيها تفاصيل طويلة عند الفقهاء في مسألة الأفضلية وعدمها. فعلى سبيل المثال، مثلا منهم من يرى الإتمام مطلقا، وهذا مذهب لبعض السلف كعائشة رضي الله عنها وعثمان، ومنهم من يرى القصر وأنه لا يجوز الإتمام، وأنه لو أنه أتم فإن هذا يؤاخذ حتى يصل إلى الكراهة، وربما البعض من العلماء بقراء يعني معينة يصل إلى الحرمة عنده، يعني كمن يرى أن هذا الترخيص نوع من التفريط، فيقولون هذا يجب عليه الإيش؟ القصر، هذا يجب عليه القصر لأجل أن يرجع بهذا عن ما هذا المعتقد الإيش؟ الفاسد ونحو ذلك. لكن عموما القصر مشروع على اختلاف أقوال العلماء فيه، وإن كان المختار كما ذكر الشيخ الفوزان هنا أن الإتمام جائز لكن الإيش؟ السنة القصر، يعني الأولى القصر. أين؟ قال: فالقصر رخصة من شاء فعله وهو الأفضل، أو وهو أفضل، ومن شاء تركه وأتم فلا حرج عليه في ذلك، لأنه خلاف الأولى، يعني لا يأثم الإنسان بتركه لكن يفوته إيش؟ يفوته فضل. نعم. قال: لأن الإتمام هو الأصل، والمصنف ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة، مسألة الاعتقاد بأن الرخص هذه شرع ودين، هذا مسألة أن الرخص شرع ودين، هذا اعتقاد، هذا اعتقاد. ولذلك يقابله من يقول أن الرخص تفريط وتضييع للدين، فهذا اعتقاد فاسد،
يعني الرخص الشرعية التي ورد بها الشرع كالقصر في السفر والمسح على الخفين ونحو ذلك، هذا دين وهذا مشروع. ولذلك ربما بعض المتعبدين يظن أن هذا نوع من الإيش؟ من التفريط، من التفريط. قال: لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة، وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية. وهذا يكثر حقيقة، التشدد بيكثر في يعني المتعبدين بلا يعني علم أو بلا بصيرة، يكثر فيهم التشدد. أما من على بصيرة فتراه يعرف المواضع التي فيها الرخصة أفضل أو العزيمة أفضل. وإلا يوجد الرخص أو توجد الرخص في الشرع، لكن هناك بعض الرخص أحيانا يتكلم العلماء فيها، يعني أحيانا يكون تركها أفضل، أحيانا يكون تركها أفضل وليس كل الرخص. فمثلا في القصر، الترك أفضل أم الترك القصر أفضل أم فعل القصر؟ فعل القصر أفضل. مثلا في المسح على الخفين، المسح على الخفين أفضل أم الغسل أفضل؟ ها؟ هذا أيضا في محل تفصيل، يعني كلامكم كلام بعض أهل العلم، لكن أقرب الأقوال القول الذي يقول مثلا في مسألة المسح على الخفين، يقول الأقرب لعدم التكلف هو الأفضل. يعني في مسألة المسح على الخفين الأفضل فيها ماذا؟ الأقرب لعدم التكلف. يعني أنا ألبس خفين يبقى الأفضل المسح، أنا لا ألبس خفين يبقى الأفضل المسح، للأسف الغسل، مع أني على طهارة، مع أني على طهارة. يعني واحد لا يلبس شيئا حافي القدمين وهو على طهارة، وهو على طهارة، أراد أن يجدد مثلا الوضوء يذهب ويلبس الخف ويمسح أفضل؟ هذا الغسل في حقه أفضل. وهناك بعض الرخص، بعض الرخص ينظر إليها باعتبار الحال، باعتبار الحال. يعني مثال كبعض الرخص التي تتعلق بالفرد والجماعة، فهناك رخص تسع الفرد لكن لا تسع الجماعة. كمثلا كمن يكره على فعل محرم، كمن يكره مثلا على أكل الميتة مثلا، وهو يعني آسف، كمن يكره آسف على شرب الخمر، كمن يكره على شرب الخمر، هذا من حيث الشرع يجوز له إن كان الإكراه معتبرا أن يشرب الخمر. لكن لو أنه أخذ بالعزيمة لأنه يرى أن ذلك له مردود يظنه أفضل من أخذه بالرخصة، كان هذا في حقه هو أفضل، لكن هذا لا يسع الإيش؟ الجماعة. كفعل عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه، عبد الله ابن حذافة، أي نعم، كفعل عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه، فهذا رضي الله عنه رفض أن يشرب الخمر مع أنهم عرضوه على القتل، رفض أن يشرب الخمر مع أن الشرع يجيز له هذا، لكنه كان يتأول أمرا. ولذلك هذا يسعه هو، هذا يسعه هو، لكن لا يسع الإيش؟ الجماعة كلها. يعني ما كان لعبد الله بن حذافة مثلا أن يقول للمسلمين جميعا الذين معه لو عرض عليهم نفس الأمر القتل أو شرب الخمر أن يقول لهم يلزمكم عدم شرب الخمر، لا لا، ليس له ذلك، بل لا يجوز لازم، لأن حفظ الجماعة مقدم على شرب الخمر. هنا حفظ الجماعة مقدم على مسألة شرب الخمر، وكذلك كل ما فيه هلك للجماعة، فإنه ربما الرخصة تسع، فإن الرخصة تسع الجماعة، لكن ربما لا يسعها الإيش؟ العزيمة، لا يسعها العزيمة. ولذلك يعني أحيانا تجد أنت بعض المواقف سبحان الله الواقعية، مثلا أحدهم ممن يحرض الناس على
مواجهة يعني السلطات ونحو ذلك والتعامل معها بالعنف والصدام وكذا ونحو ذلك، يحرض الناس. فسأله سائل في إحدى القنوات الفضائية، سأله سائل فقال: أنت تقول للناس انزلوا كذا وكذا، طب لماذا أنت لا تنزل مع الناس وقاعد أنت في المكيف في البلد اللي أنت قاعد فيها؟ فقال له: سبحان الله، الله أنطقه بالحق من غير أن يدري. قال له: لو تضمن لي إن أنا لما أنزل مصر ما تقتلش ولا أتسجن كنت أنا نزلت ومشيت معاك وعملت معاك. طيب أنت تنأى بنفسك لأن هذا هو الشرع وترضاه للجماعة، ده أنت الفرد الذي ربما يسعك هذا تركت، وتريده من الجماعة أن تهلك نفسها وتضيع يعني أمر دعوة أو أمر ديانة أو نحو ذلك. وهذا كله نشأ في الحقيقة عن عدم الدراسة ونحو ذلك، وإنما ربما الفضائيات والشهرة وخلاص على كده. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: من الرخص التي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر، فهو رخصة من شاء أفطر ومن شاء صام، وإن صام فصيامه صحيح، لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالصيام في السفر، فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها، وإنما الأفضل فعلها كسائر الرخص، وإن رجع إلى الأصل وصام فلا بأس بذلك. والله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في أسفاره. أيضا من المسائل التي نبه عليها المصنفون في كتب العقائد مثل هذه المسائل، مسائل الرخص عموما، كمثل مسألة الصوم في السفر. وإلا فبعض المتعبدين أو المتشددين على غير بصيرة يظنون أن ترك الصيام في السفر تفريط، أن ترك الصيام في السفر تفريط، يعني الترخص بالفطر، يظنون أن هذا تفريط، ولا سيما إذا كان الصوم في السفر غير شاق كوسائل السفر العصرية الآن. فإن الإنسان إذا ركب في وسائل السفر العصرية الآن لا يجد مشقة كبيرة يعني. فبعض الناس يصوم وهذا جزاه الله خيرا، لكن الذي عليه الكلام هنا هو أنه يصوم ويأمر غيره بالصيام، ويرى أن تارك الصيام مفرط، ويرى أن تارك الصيام مفرط. لماذا؟ لأنه يرى أنه في راحة، فلماذا نأخذ هذه الرخص ونحو ذلك؟ فهذا جهل ابتداء، فضلا عن هذا رد لرخص شرعية ثبت الدليل بها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شاء أخذ بها ومن شاء ترك. بل في التفصيل عند الفقهاء كما أشرنا بعض الرخص قد يكون فعلها أفضل من تركها. نعم. ولذلك فمن هذا الصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، صام وأفطر، صام في السفر وأفطر في السفر صلى الله عليه وسلم. بل فعل صلى الله عليه وسلم كل ما يبين به مشروعية الأمرين. فعلى سبيل المثال صام صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان قبل المغرب بساعة أو نحوها طلب النبي صلى الله عليه وسلم الماء، فقيل له: أنت صائم؟ فقال: ناولني الماء. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ صلى الله عليه وسلم يشرب، إمعانا في بيان أن الأمر مشروع. حتى ولو صام الإنسان يجوز له أن يقطع هذا الصوم، لا بأس، لأن هذا ليس فرضا عليه، لأن الله رخص له في الفطر، فمن شاء صام ومن شاء ترك. مع أيضا
للتحفظ على مسائل معينة بعينها في يعني التفاصيل في الفقه. يعني على سبيل المثال مثلا من كان يشق عليه الصوم في السفر هذا يكره له الصيام، هذا لا يجوز له الصيام في السفر، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ثبت أن الصيام يشق عليه ويؤدي به إلى ضرر، والشرع نهى عن ذلك، لا ضرر ولا ضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل صائم قد اجتمع حوله الناس وهو قد أصابه الضعف ونحو ذلك وهم في السفر، فسأل عنه فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الإطلاق، هذا الإطلاق يقيده فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. احنا الإخوة اللي بيدرسوا معنا أصول الفقه في حاجة اسمها المطلق وحاجة اسمها المقيد، فهذا نص مطلق ليس من البر الصوم في السفر، يعني هذا النص مطلق في كراهة الصوم في السفر، لكن قيده نصوص أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الصيام وعن الفطر قال من شاء صام ومن شاء أفطر، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم صام وأفطر. فالجمع بين ذلك أن هناك علة من أجلها قال ليس من البر الصوم في السفر، وهي إذا كان الصوم يشق عليه. ثم قال المؤلف ولا بأس بالصلاة في السراويل. قال في الشرح السراويل مفرد وهو معروف، لعله يقصد يعني السروال والله أعلم، مفرد سراويل، لعل يعني المقصود ذلك أن السروال مفرد سراويل. قال وهو معروف يعني ما يلبس على العورة، ما يلبس على العورة، فهو مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام. هو طبعا الشيخ يعني الفوزان طبعا رحمه الله شاف السراويل طبعا في زمنه، لكن هو بيشرحها بناء على ما كان يعني، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن السراويل معروفة إلا قليلا، لم تكن السراويل معروفة إلا قليلا، وخصوصا في عالم النساء لم يكن يعرف السراويل إلا نادرا، إلا نادرا. والرجال كانوا يلبسون الأزر اللي هو اللفافة التي على وسط الإنسان، كانوا يلبسون هذا، وقلما يلبسون الإيش؟ السراويل. فهنا أيضا أتى بهذه المسألة وهي الكلام عن أنه لا بأس بالصلاة في السراويل. السروال اللي هو بالتعبير العامي جدا عندنا في زماننا الآن البنطلون بمشتقاته بقى، أو يعني بألوانه، كله يدخل في معنى السروال. فالسراويل لا بأس بالصلاة فيها، ويقصد أنه لو أن إنسانا لبس سروالا وصلى فيه وحده صحة الصلاة، لأن العادة في السراويل أنها تستر من السرة إلى الركبة أو ما بعد الركبة، هذه العادة في السراويل، فصحة الصلاة. وهذا لأجل أيضا أن يزيل الوهم الذي ربما أيضا يتوهمه بعض المتشددين أو المتعبدين من أن الصلاة في السراويل إيش؟ لا تجوز، ولعل هذا كان موجود في بعض الناس. قال تصح الصلاة في السراويل، هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والسراويل يستر ذلك، فإذا صلى في سراويل ساتر ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، يعني معناه أن لو كان هناك رجال غير محارم وجب عليها تغطية الوجه كذلك. قال وإذا صلى في إزار فهو أفضل من السراويل، وده يظهر لك العلة التي من أجلها أورد صاحب المتن هذه المسألة لا بأس بالصلاة في السراويل، إنه الإزار الصلاة فيه أفضل. قال أو صلى في قميص، الإزار اللي هو
النص اللي هو زي الملابس الإحرام كده بيبقى لابس النص اللي تحتاني ده، هو ده إزار. نعم. قال أو صلى في قميص، قميص هو المعروف ده بتاعنا ده بألوانه يعني الأفاطيل المسمى قفطان هذا. نعم. قال فإنه أفضل من السراويل، أو صلى في قميص فإنه أفضل لأنه أجمل للهيئة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون سترا للعورة فقط، يعني أكثر يعني المفسرين على أن قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني استروا عوراتكم عند كل صلاة. فشيخ الإسلام بيقول يعني أن لفظ الزينة أعم من مجرد قصد ستر العورة، ولذلك يقول أعم من أن تكون سترا للعورة فقط، يعني أنه يشتمل كذلك على فضلا عن ستر العورة يعني على حسن الهيئة والثياب ونحو ذلك. أن الإنسان إذا قام يصلي أو جاء للصلاة فإنه يستر عورته وكذلك يلبس الثياب ذات الهيئة الحسنة. أي نعم. فهذه المسألة الصلاة في السراويل يريد منها كما أشرنا الرد على من يتوهم عدم جواز الصلاة في السراويل، وإن كان الفقهاء عندهم مسائل فرعية في هذه المسألة لكن لا تصل إلى البطلان أيضا، مثل مسألة الصلاة وليس على عاتقه شيء، ليس على عاتقه شيء، يعني الذي يصلي والنصف الأعلى عريان يستر من السرة إلى الركبة، فالنصف الأعلى عريان، فالفقهاء يتكلمون في ذلك لكن يعني لا يبطلون الصلاة على الصحيح، طبعا لا يبطلون الصلاة، والصحيح صحة الصلاة لكن يختلفون في الكراهة وعدمها. فإن بعض الفقهاء يقول إن لم يكن على عاتقه شيء يكره له ذلك، بل بعضهم يجعله محرما مع صحة الصلاة، يعني يحرم هذا الفعل مع صحة الصلاة وهو ألا يكون على عاتقه شيء. نعم. هذه مسألة مهمة برضو، وهي الصلاة في السراويل، لكن أيضا هذه السراويل لابد أن تتصف بأوصاف خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهي اشتراط ستر العورة. فلو كان السروال كاشفا يشف عما تحته بطلت الصلاة، على الصحيح من كلام العلماء بطلت الصلاة لو كان يشف ما تحته بحيث تظهر عورة الإنسان. وأما إذا كان ضيقا يصف العورة فالخلاف بين العلماء أيضا في ذلك، الأرجح أنها لا تبطل ولكن يكره ذلك، الصلاة في السراويل الضيقة. ولذلك في الحقيقة احنا يعني نهيب بإخواننا أن يصلوا في أو يمشوا حتى عموما يعني بالبناطيل الضيقة، لأن البنطلون الضيق ابتداء يكره شرعا أصلا لبسه أصلا، فضلا عن أنه في الصلاة تتعرض أنت للحرج والخلاف الموجود بين العلماء. فهذا الخلاف بعض العلماء يبطل به الصلاة، يعني بالبنطلون الضيق هذا يبطل به الصلاة، وإن كان الأصح عدم البطلان لكن الكراهة أنه يكره له أن يصلي وهو مفسر العورة. طيب نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.